كلام نهاية الثمانينات مو لو بداية التسعينات. لا لا تسعينات، هذا التسعينات. فبعد مسرحية النهضة، النهضة قدمتها بال97، فيبدو النهضة أثارت ما قبلها. كان أكو علي، وهي النهضة والله يعني فاتت عليهم. بس اللي وصلها قلتي أنه ولد الحلال، نعم، اللي فسروا بعدهم عايشين، فسروا إيه طبعا، فنانين كبار ماخذين يعني ماخذين حيز وموجودين، وقسم رجعوا مفصولين سياسيين ومن كل هم اللي حرقوا على عواطف. ربك هو اللي يفصل بالأشياء. وأعتقد بأنه رب العالمين سبحانه وتعالى عن خوفي، عن انكساراتي، عن طلع حوطتك بيهم لو لا لو بعدهم اللهم أني أعوذ بك من الشماتة. لا لا، دع الخلق للخالق. يعني أنا يكفيني ثرت الدنيا.